انطلاق الحملة الحرث والبدل للموسم الفلاحي 24-25 اللي ان شاء الله فيه الاهداف الاهداف تاع المستطره في الوزاره والولايه هي 22 في هكتار اللي باش نبلغ انتاج فوق المليون قنطار ان شاء الله السنه في الموسم هذا، اضافه كذلك الى كما انطلاق العمليه في 15 نوفمبر وين تمكنا من غراسه 12200 هكتار وحرث اكثر من 12000 هكتار على مستوى، والعمليه متواصله لغايه نهايه ديسمبر، اضافه كذلك الى استفاده الولايه من 11 مركز جواري للسعه نتاعو الاجماليه 550 الف قنطار، هذا اللي راح ان شاء الله يخفف علينا قضيه جمع الحبوب وتخزين الحبوب، اضافه كذلك الى المشروع الاستراتيجي وهو بناء الصوامع تخزين الحبوب الاستراتيجيه اللي تفوت 80 السعه نتاعو 80 قنطار.